كل دقيقة تليفوني بيرن كأنه ما في غيري بهالكوكب والله حجن. ألو طيب اتأخرنا عادي أعطيني ساعة بس لبين ما ضب أغراضي. يلا جهز حالك يا برو عنا مشوار ضب أغراضك بسرعة لأنه تأخرنا على المطار. غسلت أكلت لبست وتعطرت طبيت أغراضي بشنطة قعدت ونطرت كريم عم يشرح لي كيف وين رايحين أمريكا باري وبعدها عالصين نيها وبعدها في أسبوع سياحة بالفلبين قال لي من دولة لدولة حتى صاروا 20. أنا نازل عالسيارة جيب الشنتاي والحقني. أوكي طب ماشي خذ أغراضك وسبقني. ومن كتر ما تحمست طبيت على وشي وقعت حتى ما قدرت أقوم حسيت حالي انكسرت. أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر 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 بدي تليفوني لدق إنه لكريم موجوع وماني قادر صار بدي حكيم وأنا عم أحاول أقوم وقع فوق التي في شكله يومي منحوش ما عم بعرف شو فيه. شفت تليفوني وانبسطت ومديت الإيدين فجأة الكهرباء لطتني وزتتني شي متين جسمي كله عم يوجعني صار بدي إسعاف اتكسروا رجلي وحاسس انحلوا الكتاف. مو طبيعي هالإنسان شو بيتأخر أكيد منتهي بشعره أو عم يتمخدر. وينك يا برو لازم نكون بالمفر ساعدوني يا بشر ماني عرفان شو اللي صار بضربها يمين بتجيني يسار أو شت كأنه الدنيا إلى معي شيطار. لو كل الدنيا وقفت بوشي بدي سافر لو كل الناس صاروا ضدي أنا بدي سافر. أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر 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 يعني أنا بدي سافر أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر أنا بدي سافر يعني أنا بدي سافر